الحقيقة يمكن أنا تكلمت عن ماسبيرو فترات طويلة، وطلبت بأن احنا نلاقي حل للناس اللي هناك اللي لسه بتعاني من مشاكل مادية ومعنوية وأدبية. طيب، المظاهرات انتهت، وهي كانت مظاهرات محترمة داخل المبنى، ورفضوا أي حد يخرج خارج المبنى، وكان كلامهم كلام محترم متمثل في المطالبة بتطوير ماسبيرو، بأنهم ياخدوا حقوقهم في المعاشات وغيره وغيره وغيره، بأن يبقى لهم كادر، بأنهم يعرفوا يعيشوا، بأن يكون عندهم ديكورات وغيره وغيره وغيره. يا ترى بعد ما الصفحة دي اتقفلت، صحيح حالة الغليان موجودة لكن الناس مشيت وانتظرت الحل. أنا بدعو الأستاذ حسين زين أن يخرج ويقول لنا إيه اللي اتعمل، إيه اللي اتعمل من منطلق الشفافية، لأنه الناس منتظرة يبقى في قرارات. كانت قال مثلا على أن الناس هتروح في بعض الناس هتروح في مناطق أخرى على كوادر مختلفة وأفضل. ايه اللي عملتوه انتوا جهاز التنظيم والاداره؟ ايه اللي تم؟ قولوا للناس، هل في ناس هتروح اماكن اهم مثلا واماكن كويسه ولا لا؟ هل هتصلحوا الاوضاع في ماسبيرو بحيث يبقى موجود على الخريطه؟ لان احنا قلنا اكتر من مره يا جماعه ان ماسبيرو ده امن قومي. انا بطالب اخي العزيز الاستاذ حسين زين انه يطلع يقول للناس عملنا ايه، لكن الناس سكتت وانتوا سكتوا، الناس هديت وسكتت وانتظرت. فانا عايز اعرف، قولي لنا يا حكومه يا اللي انت مسؤوله بالاساس، وقول لنا يا رئيس الهيئه الوطنيه للاعلام، قولوا لنا ايه الموضوع، ايه اللي حاصل، ولا هنسيب المساله كده ونقفلها؟ لا، في الاف البشر داخل ماسبيرو بيغلوا وما زالوا بيغلوا. احنا مش هنسيب الاوضاع بهذا الشكل. ليه؟ اذا كنا بنقول ماسبيرو امن قومي وقضيه تخص كل المصريين، ودور ماسبيرو لا يمكن لاحد انه يتجاهله باي حال من الاحوال، ولا يمكن ان ينساه او يتناساه، يبقى لازم يكون في حل. انا بطالب رئيس الحكومه، يا فندم اقعد مع رئيس الهيئه الوطنيه للاعلام ووصلوا لحل. لكن قبل ما تقعد، انا بطلب من اخي حسين زين انه يطلع، خلاص هديت الدنيا، تطلع في التلفزيون المصري او في اي وسيله اعلاميه وتقول لنا عملت ايه. الناس لها تحفظات على حاجات كتير، وفي كلام كتير اتقال، عايزين نعرف الدنيا ماشيه ازاي، عايزين نعرف البلد بتمشي فين في هذا الاتجاه. لكل ذلك الحقيقة أنا مستغرب، مفيش حد بيرد على أنا يمكن كلمت مع أستاذ حسين زين من أيام الحقيقة، وبقول له يعني أيا كان الأمر، لأن شفت مقال لأحد الزملاء الأعزاء فبسأله عليه الحقيقة يعني، فقلت له والله أنا مش شايف موقف عدائي من الدولة ولا أي حاجة الحقيقة، يعني مش شايف خالص، لكن أنا بدعو الأستاذ حسين زين يطلع بشفافية كاملة وقول يا جماعة الأوضاع كذا والحكومة مقصرة في كذا، وأنا كان ممكن أودي الناس في حتة وما عملتش كذا. يعني الناس عايزة تسمع، لأنه احترام الرأي العام مسألة مهمة جدا، احترام الرأي العام مسألة مهمة جدا، وأي حد بيقول كلمة مش بالضرورة يكون ضد الأستاذ حسين زين يعني، لكن أيضا المصلحة العامة اللي هو مفروض يبقى شريك فيها. فأنا بطلب منك، عشان لأن الكلام بدأ يتقال تاني والأصوات بدأت تعلى تاني والناس ما بطلش غليان، اطلع حضرتك قول للناس دي والله أنا فلوس المعاشات خلصتها في كذا كذا، والله أنا عملت كذا، والله الكادر هيبقى كذا، والله هدور على ديكورات للناس الغلبانة دي. تدخل أي أوضة، تدخل أي مكان، ما فيش ديكور، المذيعين بيجيبوا الديكورات على حسابهم. فأنت يفترض أن تكون المدافع الأول عن ماسبيرو، واحنا منتظرين ردك.
يعني لو بعت لها رد انا هذيع الرد ده كاملا. لو حياتك عملت معانا اتصال، بس انا عارف انك انت ما بتعملش اتصالات، انا هذيع هذا الكلام كاملا. معانا عموما استاذ مجدي الصياد، من مدير عام للبرامج في التلفزيون. في التلفزيون، اتفضل استاذ مجدي. السلام عليكم استاذ مصطفى، اهلا بيك. والله احنا يعني احنا الموضوع بتاع المشاكل بتاعت اصحاب المعاشات هو بدأ فيها بعض الحلول ولكن بطيئة جدا للغاية. يعني انا النهاردة المفترض ان انا خريج متخرج على المعاش في 2019. للنهاردة بقالنا 4 سنين ما صرفناش مكافأة نهاية الخدمة. اتحط لها بعض الضوابط واجتمعنا مع الأستاذ حسين زين أكتر من مرة وبدأ يبقى فيه بعض الحلول، لكن لا تنفذ بالشكل السريع والشكل اللي هو يكفل للإنسان إن هي تحصل لإخواننا أصحاب المعاشات. بس ده متوقف على الميزانية، يعني هل هو عنده الميزانية اللي تساعد على ده؟ الميزانية احنا بيتخصم من العاملين دلوقتي 9.5% لصالح صندوق المعاشات. هذه النسبة وفقا لتقرير الخبير الاكتواري بيقول عليها ان هي ما تكفيش. طيب ما احنا عايزين دعم من الدولة لأصحاب المعاشات. هذا الدعم احنا بنطالب سيادة الرئيس النهاردة ان هو يتدخل بشكل عاجل، لان احنا اصبحنا في حالة يرسى لها. نريد حياة كريمة يا استاذ مصطفى لاصحاب المعاشات اللي هم دلوقتي فيهم المرضى وفيهم الـ يعني اصحاب المسؤوليات. كل ده احنا بنطالب سيادة الرئيس ان هو يتدخل لاجل حياة كريمة لاكتر من 3000 اسرة عايشين على مجرد المعاش فقط. نعم. ورانا التزامات، في ورانا اللي عليه التزامات، اللي عليه اللي بيصرف على علاج الأدوية. زميلة لنا امبارح دخلت العناية المركزة جات لها جلطة في المخ، تصرف منين؟ نعم. يعني قول لي حضرتك دي ايه التصرف اللي يبقى معاها؟ فاحنا بنناشد الدولة وبنناشد سيادة الرئيس وبنناشد رئيس الوزراء ان هم يتدخلوا في حل هذه المشكلة، لانها مشكلة كل يوم بتتعقد اكتر من التاني، لان كل يوم بيخرج ناس اصحاب معاشات بيخرجوا على المعاش. هؤلاء لا يجدوا سوى معاشهم فقط، والكل يعلم ما قيمة المعاش اللي بيصرفوه. شكرا لك استاذ مجدي، وانا بناشد الحكومه انها ايضا يعني تحط ايدها في ايد الهيئه الوطنيه للاعلام وتدفع لها الفلوس اذا كان بالفعل ما فيش فلوس حقيقيه تكفي اصحاب المعاشات. لكن القضيه الاكبر هي قضيه مسبيرو، هي قضيه التلفزيون والاذاعه المصريه، هي قضيه مؤسسات موجوده اتقفلت ابوابها داخل مبنى مسبيرو، شركه انتاج وغيره وغيره وغيره. هي قضية ان انا عندي كوادر مهمة جدا ما تلاقيهاش في اي حتة في الدنيا. الكوادر دي هي اللي بتشيل الفضائيات وبتشيل اماكن كتيرة جدا. الناس دي هتروح فين؟ الناس دي هوظفها ازاي؟ عاوز اسمع من الاستاذ حسين زين طريقة العمل، الرؤية المستقبلية لكل ذلك. الحقيقة احنا نفسنا كل المشاكل المطروحة نتمنى بالفعل استاذ حسين يا اما يعقد لقاء مع الناس ويسمعهم ويقول لهم الحقيقه كامله، يا اما بالفعل يقدم كشف بكل هذا الامر، او يعمل معانا مداخلات ويقول يعني، لان هو لما بيقول كلام بيقول كلام كمان عنده حجه. نريد ان نسمع وجهات النظر المتعدده، ونريد ان نطلب من الحكومه انها تتدخل سريعا في هذا الامر.